حدثنا قتيبة بن سعيد وكتب به إلي قتيبة حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل بن مجمع قال قيل لعبد الله بن أبي حبيبة ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وهو غلام حديث قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجدنا يعني مسجد قباء قال فجئنا فجلسنا إليه وجلس إليه الناس قال فجلس ما شاء الله أن يجلس ثم قام يصلي فرأيته يصلي فن عليه. حدثنا يونس بن محمد حدثنا العطاف حدثني مجمع بن يعقوب عن غلامين من أهل قباء أنه أدركه شيخا قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فجلس في فناء الأجم واجتمع إليه ناس فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقي فشرب وأنا عن يمينه وأنا أحدث القوم فناولني فشربت وحفظت أنه صلى بنا يومئذ وعليه نعلان لم ينزعهما. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يده في ثوبه إذا سجد